سلامة. في هذه الأيام أصبح الناس يسمعون كثيرا عن مشكلة اسمها تلوث البيئة. وفي بلادنا وبلاد غيرنا تعقد المؤتمرات والندوات لدراسة مشكلة التلوث، كما نقرأ في الصحف اليومية الكلام الكثير عن هذه المشكلة. ويمكن أن يحدث التلوث بسبب عوامل لا يستطيع الفرد أن يؤثر عليها. هناك مثلاً ظروف جغرافية طبيعية مثل عواصف الغبار، أو بسبب ظروف اقتصادية ملحة. إلا أن هناك مصادر عديدة للتلوث يكون الإنسان نفسه مصدراً لها. ولكن بالرغم من كل ذلك، فباستطاعة الإنسان أن يتحكم بها وأن يحد منها، وهذا لنعيش في بيئة نظيفة صحية. حتى أنت يا خليل. أهلاً أهلاً بالطيب. لحظة لحظة، ونشرب الشاي اللطيف معا في هذا الدكان النظيف. حتى أنت يا خليل. أعرفك أعرفك، تحب النظافة. تفضل تفضل تفضل. صار الدكان نظيفاً يلمع، وصار الشارع قذراً. عامل النظافة ينظفه. عامل النظافة ينظف الشارع من الغبار المتراكم وليس من قمامة دكانك. كان يجب أن تضع القمامة في كيس وتحكم إغلاقه. ماذا تقول إذن لو رأيت أصحاب الدكاكين الأخرى؟ لا يا عزيزي، إذا كان جارك مهملا فلا يجب أن تكون أنت مثله. شكراً يا أبا يوسف. لا شكر على واجب يا خليل. الحرص على النظافة والاهتمام بالتشجير والورود والزهور يكفل حماية البيئة وتجميل المدن والشوارع والمساكن.
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله طيب يحب الطيبين، نظيف يحب النظافة، كريم يحب الكرم، جواد يحب الجود. فنظفوا أفناءكم وساحاتكم ولا تشبهوا باليهود، يجمعون الأكباء في دورهم. إن النظافة أساس للحياة الصحية السليمة، وهي دليل على الحضارة أو الرقي والوعي الصحي، وإن نظافة المدينة هي من نظافة أهلها. إن للإنسان دورا كبيرا في نظافة البيئة التي يعيش فيها، والبيئة مرآة للإنسان. لا يجدي أن تنظف محلك من الداخل وتلقي بالبقايا إلى الشارع، إن هذه القاذورات قد ترتد عليك بشكل غير مباشر في ثوب مرض أو وباء. إن النظافة إجراء بسيط لا يرهق، فهل نعرض بيئتنا للخطر بسبب التقاعس عن إجراء بسيط؟ إذا كان الدكان لك فالشارع لك ولغيرك أيضا، وأنت لا تقبل طبعا أن ينقل الآخرون قمامتهم إلى حيث أنت. رجاء، هل تقبلونني عضوة في جمعية النظافة في مدرستكم؟ كل إنسان صاحب جمعية نظافة في بيته. سنقوم الآن برحلة، رحلة خاصة نرافق فيها هذا الدينار في الأسواق التي تعج بالناس وبالسلع وتنشط فيها عمليات البيع والشراء. يتم تبادل النقود التي تنتقل من يد إلى يد. كل هذه الأيدي تترك بصماتها على الدينار، والأيدي تمسك بأشياء كثيرة، والأشياء قد تكون ملوثة أو حاملة للجراثيم.
والأيدي تنقل الجراثيم إلى الدينار الذي يستقر في يدك، ومعه ما حمله من الأيدي التي أمسكت به. هذه السيدة رجعت لتوها من السوق، إنها تعد نقودها. لا بأس على المرء أن يعرف كم أنفق، لكن قف، لا تنقل الجراثيم إلى الطعام. من الأفضل غسل الأيدي بعد العودة من السوق. إذا أردتم الصدق، أنا أيضاً أحتاج إلى غسل، ولو استطعت لفعلت ذلك. استقالتك من جمعية النظافة. أستقيل قبل الانضمام؟ هذه أسباب الاستقالة. المطبخ مهمل وغير نظيف. ماذا أفعل؟ بالأمس نمت متعبة، واليوم من الصبح في السوق. لا يا عمتي، النظافة تحصل فورا ويوميا، التنظيف لا يقبل التأجيل. المطبخ المهمل الغير نظيف لا يكون مصدراً للرائحة غير المستحبة فقط، بل للأمراض أيضاً. ذلك أن الأوساخ المتناثرة هنا وهناك تجلب الحشرات والذباب والصراصير، وتدعو الفئران للزيارة. إن المواد المهملة قد تتعفن فيها الفضلات، فتتحول إلى معمل لتفريخ الجراثيم. مطلوب حيا أو ميتا لما يسببه من أضرار للأفراد والمجتمع. القوارض هي من أخطر الحيوانات التي تعيش في بيئة الإنسان، تأكل طعامه وتخرب مزروعاته وأثاثه وتنقل إليه عديدا من الأمراض. فنجد الأمراض التي تنقلها الفئران للإنسان تنقل بعدة طرق. بواسطة اللعاب ينقل الفار للإنسان حمى عضة الفار وداء الكلب. أما إذا بواسطة الطفيلات الخارجية الموجودة على جسمه، فنجد أنه البراغيث تنقل للإنسان مرض الطاعون، والحلم والقراد ينقل للإنسان مرض التلواري. بواسطة بول الفار ينقل للإنسان مرض فايل أو الصفراء الجرذان.
أما بواسطة البراز فينقل الإنسان التسمم الغذائي أو اضطرابات المعوية والعصبية، وقد ينقل الفار للإنسان الأمراض نقلا ميكانيكيا نتيجة وجوده في المجاري، فينقل الإنسان شلل الأطفال نقلا ميكانيكيا. أنواع القوارض الأكثر انتشارا في المنطقة، نجد عندنا الفأر النرويجي وهو أكثر الفئران انتشارا وأكبرها حجما، ثم الفأر المتسلق وهو ثلاث أشكال مختلفة، ثم الفأر المنزل وهو أصغرها حجما ويوجد دائما في منزل الإنسان أو ملاصق للإنسان. بالنسبة لعمليات المكافحة، لما بيجينا شكاوي من المواطنين عن وجود الفئران في منطقة معينة، بنبعت المسؤول عن مكافحة القوارض يروح يزور المنطقة اللي فيها الشكوى ليتعرف على الآثار اللي تركها الفئران، ومثل البراز ومثل الأشياء التي خربها الفار وآثار الأقدام والجحور لو كان فيه جحور، ثم يضع المصائد للحصول على عينة حية من الفئران الموجودة في هذه المنطقة، تؤخذ إلى المعمل لإجراء بعض التجارب عليها مثل التمشيط لمعرفة الطفيليات الخارجية الموجودة عليها، والتشريح لمعرفة الطفيليات الداخلية الموجودة بها والأمراض المصابة بها الفئران لمعرفة الأمراض التي قد تنقلها للإنسان، ثم لإجراء بعض تجارب اختبار السموم على هذه الفئران حتى نختار السم الذي يؤثر تأثير كامل على هذه الفئران. وبعد ذلك إذا وجدنا طفيليات خارجية على الفئران، بنقوم بعملية تعفير في المناطق التي اشتكت من وجود الفئران حتى نقتل الطفيليات الخارجية الموجودة على الفأر من الخارج، حتى إذا مات الفأر لا تنتقل إلى الإنسان أو الحيوانات الأخرى وتسبب لها الأمراض. بعد ذلك ننشر صناديق السم. بعد عمليات التسميم بنضع مصائد لنرى هل ما زال هناك أي نوع من أنواع الفئران أو انتهت الفئران الموجودة في المنطقة، وبعد كده بيكون قضينا على الفئران الموجودة في منطقة الشكوى. انظر إلى السماء عواصف الغبار تلوث الهواء وتحجب الضياء، العربات والمصانع تلوث الهواء بالدخان، وفي البيوت والشوارع أتربة تلوث المكان. هيا ازرعوا الأشجار فإنها تلطف الهواء وتمنع الغبار وتجلب النقاء. على النظافة تحرص كي تخلص من كل ما يلوث الهواء، على النظافة تحرص كي تخلص من كل ما يلوث الهواء. تنبهوا للخطر، تنبهوا للخطر كي تمنعوا الشرور وتملأوا الصدور من الهواء النقي. ماذا تفعل؟ أمسح الغبار. أنت تمسحه؟ ماذا أفعل؟ أحب النظافة. هاتي عنك، كنت سأمسحه بعد حين. خلي عنك. لا فرق، المهم أن نحفظ أنفسنا.
إن الغبار الذي ننساه هنا وهنا وهناك وفي غرف النوم نتنفسه ويتسلل إلى صدورنا. عندما يتنفس الإنسان الهواء يمر عبر قنوات متشعبة في الأنف كفيلة بتصفية معظم الشوائب وذرات الغبار التي يحملها الهواء، إذ تعلق بشعيرات الأنف والمجاري الأنفية فتحمي الرئتين من الغبار. وفي حالة تسرب بعض الشوائب الصغيرة إلى القصبة الهوائية تعلق تلك الشوائب بالأهداب الدائمة الحركة الموجودة هناك، وقد تؤدي إلى حدوث نوبات من السعال كفيلة بطرد الأجسام الغريبة إلى الخارج. وإذا وصل بعضها رغم ذلك إلى الرئة فتستنفر خلايا معينة نشطة نراها هنا تحت المجهر، وبخاصة الكريات البيض. من خصائصها منع الأجسام الغريبة من التسلل إلى أنسجة الإنسان أو دمه، فتهاجم تلك الأجسام وتذوبها ثم تلتهمها أو تدفعها إلى مراكز التخلص من المواد الضارة في جسم الإنسان، فيذهب بعضها إلى الغدد اللمفاوية القريبة من القصبة الهوائية، وتذهب بقية الأجسام الضارة عن طريق الدم إلى الكبد والطحال والنخاع للتخلص منها. سلوم، ما انشغل المكيف؟ أنا أعرف أنك تعمل وتعرق، والذي يعمل ويعرق يحتاج إلى الهواء البارد. الذي يعرق ويتعرض للهواء البارد يصاب بالمرض؟ لا لا لا، لا أرجو لك ذلك. إذن أطفئ المكيف. لا يا خليل، الهواء البارد منعش. سلوم، الطقس معتدل ولا حاجة للمكيف. ما دام لديك مكيف لما لا نشغله؟ الأيام التي يلزمها تكييف الهواء أيام الحر الشديد، أما في البرد والطقس المعتدل فلا حاجة للمكيف. ثم يجب أن تأخذ حذرك، فالانتقال السريع من الهواء الساخن إلى الهواء البارد وبالعكس خطر على الصحة. أحسنت يا سلوم. ألا تظن أن الهواء هنا غير صحي؟ نخرج لنستنشق الهواء، نتمشى. لا أحب الخروج الآن. نفتح الشباك إذن. أوه، لا أريد أن أصاب بالرشح. أوه، الجو خانق هنا، الغرفة رطبة، نرش معطرا. ومن أين نحضر هذا المعطر؟ موجود في هذه الخزانة. ها، ما كل هذا؟ تاجر جملة توزع منها على الأسواق. هذه للاستعمال الشخصي فقط، الاحتياط واجب. منها ما ينظف الزجاج، ومنها ما ينظف الخشب من الغبار. لكل ذرة غبار زجاجة خاصة؟ إنني حريص على نقاوة الهواء. أنت بهذا تفسد الهواء. أرجوك، كل واحد في اختصاصه. عفوا، الكيمياء اختصاصي. عفوا، اختصاصك الوهم. إن كثرة استعمال المواد الكيميائية في التنظيف يؤدي إلى تلوث الهواء. غبار، بقع، هواء ملوث. سيدة المنزل في كفاحها اليومي تستعين بالمواد الكيميائية. لكل شيء مادة خاصة، للزجاج ما يجعله لامعا، ودائما المؤونة جاهزة بكافة الكيميائيات لنظافة البيت. شا...
شاشة التلفزيون لها مواد خاصة. الطاولة لها مواد أقوى، وذلك لتجعلها نظيفة جدا. تنظيف قوي للخشب ولمعان أخاذ. ومع ذرات الغبار الموجودة في الهواء تنتشر البكتيريا في كل مكان. إن الهواء الذي نتنفسه مملوء بالذرات الغريبة. الأطفال فضوليون، دائما يفككون الأجزاء، يمارسون التجارب التي تكسبهم المعرفة، ومنها مواد التنظيف يمد يده إليها. المشكلة أن هذه المواد لا أقفال لها تمنع وصول الأطفال إليها. إن مسحوق مادة التنظيف الذي يبتلع عن طريق الفم من الأقل ضررا من وجهة النظر التسممية. مع ذلك يمكن أن تصل المادة المكونة للرغوة في المسحوق إلى الرئة، وذلك يؤدي في أسوأ الأحوال إلى الاختناق. ومادة الفينول توجد في العديد من مواد التنظيف الحديثة. إذا تناول الإنسان سائلا به فينول فإنه سيعاني من حالة التأكسد في المريء. وبعض المنظفات يحتوي على غاز الكلور، إذا تناول منه الطفل تعرض للإصابة بتسمم الغاز وأحيانا بتورم الرئة. إن 15% من حالات التسمم مرجعها إلى مواد التنظيف المنزلية، و90% من هذه الحالات تصيب الأطفال. ننظف أو لا ننظف، تلك هي المشكلة. لعل البعض يتساءلون، إذا كان الغبار مؤذيا ومواد التنظيف مؤذية فما الحل؟ الحل ببساطة في وسائل التنظيف طبعا، لكن الماء النظيف والصابون من وسائل التنظيف السليمة، واستعمال المنظفات الكيميائية عند الحاجة وبتعقل، إلا إذا كنت مثل فالح المسكين يفضل العيش في مختبر. شكراً شكراً. صن صحتك واضحك لنا فالضيق.